اللي جاي يتقدى عندك جوج فيسات يديو ليه الطوموبيله ديالو، تحط ليه السلعه يتلف الطوموبيله تزيد يخلي السلعه ويزيد في حالاته. الطوموبيله كتمشي بالنهار تقريبا. اول بعدا واحد 10 12 طوموبيله في النهار، وحنا راه وقفنا. راه كنخلصوا الضرايب، كنخلصوا المشاكل ديالنا، كنخلصوا كل شيء ما كاينش. ولكن حنا راه وقفنا دابا. شنو المشكل ديالك؟ المشكل ديالنا هاد البلايك هادو ديال ممنوع الوقوف كيشكل واحد الحرج للسكان والتجار ديال هاد المنطقه هادي. يمشي داروا هاد البلايك هادو وتحدث لنا على المشكل اللي واقع دابا حاليا. هاد البلايك داروا دابا شي شهرين تقريبا. شهرين باش داروا هاد البلايك هادو. متفقين واش شكون اللي داروهم؟ واش لا حنا تلقيناهم. لقيتوهم؟ جات السلطه دارتهم. السلطه دارتهم. وانتم ما علموكمش ان هاد البلايك هادو غيداروا؟ لا لا ما بالنسبه للرواج واش باقي داك الرواج اللي كان ولا كلشي مشى؟ كلشي لا كاين قش الرواج داك اللي وقف يدير لي طوموبيل. مابقاش داك الرواج اللي كان. مابقاش الطوموبيل اللي وقفات كتمشي. اه كاين اللي كيجي اللي وقفات كيجي. حتى المسافه ما واضحاش. ما واضحاش كيجي دابا الانسان كيتقدى عندك في المحل كيديو ليه الطوموبيله ديالو. كتولي في مشكل. كتولي في مشكل مع مول الطوموبيل. انت ما قلتيش لي البلاك راه كاين هنا. كيقول لك علاش ما قلتيش لي؟ كاين اللي كيخلي كاع السلعه ديالو كيمشي. زعما انتم غير غاديين على هاد البلاكات اللي داروا؟ لا ما بغيت ما تشاوروا معاكم والو. لا ما تشاوروا معنا ما والو. كلشي وقفنا ما بقى لا بيع وشرا لا والو. اجي استاذ اجي استاذ. السلام عليكم. السلام خويا. تحدثنا على المشكل اللي تضررتوا به انتم كمحلات. محلات اخويا شنقول لك دابا راه حنا وقفنا هذه الصراحه. هذا سوق داروا البلايك راه قتلوه مات. اللي جاي يتقدى عندك جوج فيسات يديو ليه الطوموبيله ديالو، تحط ليه السلعه يتلف الطوموبيله تزيد يخلي السلعه ويزيد في حالاته. هذا راه سوق، هذا راه مات هذا السوق، هذا راه ما بقاش. حنا دابا معروف هذا مراكش. ضرب مراكش معروف بالحريفيه، ولكن دابا كلشي زقى كلشي وقف. اللي غايجي يدي عندنا فيس ولا يتقدى عندنا ما بقاش غايجي. واش غادي يجي ويدير لي الطوموبيل ويخلص 600 درهم؟ راه ما يمكنش. راه سوق هذا. ما تشاوروش معكم من الدار؟ لا تشاور مع حتى واحد. لا والو، السلطه دارت البلايك ديالها والسلام عليكم. وحنا راه وقفنا. راه كنخلصوا الضرايب، كنخلصوا المشاكل ديالنا، كنخلصوا كل شيء ما كاينش. ولكن حنا راه وقفنا دابا. ليس الناس المسؤولين على هاد البلايك هادو اللي وضعوهم هنا؟ والله يهديهم. البلايك راه ما خدامينش هنا في السوق. راه اش غنقول لك؟ راه اللي وقف يديها لي راه ماشي معقول. ما كايناش البلايك ما باينينش. وفينا بلاكه وحده دورها في الراس هذه ما كايناش كاع، كيضلوا يهزوا في الطوموبيلات ديال الناس. ما بيناش كاع البلاكه هذه كاع. شحال من طوموبيله كتمشي في النهار تقريبا؟ اول بعدا واحد 10 12 طوموبيله في النهار. اللي ما كيشوفوش البلايك الناس ما كيشوفوش. لا ما كاينينش، ما كيشوفوا والو، الناس كيجيو يوقفوا. بالنسبه لهذا البلايك مادام هما داروه، واش كاين شي اشكال، كاين شي ضرر باش خلاهم انهم يديروا هذا البلايك؟ ما كاين لا ضرر لا والو. ما كاين لا ضرر لا حتى شي حاجه. الشارع واسع، الشارع واسع. ملي كاع بو... اي ملي كاع يديروها متيردي يديو ما يجيبش ماشي مشكل. دابا انتم الضرر شفتوا المحلات ديال ما صافي بقى حتى واحد يوقف، اللي غيوقف ما بقاش كيوقف. صافي ما كاينش والو. هذه الصراحه. رساله للناس المسؤولين. ونطلبوا المسؤولين يحيدوا لنا هذا البلايك هادو باش تبقى الامور على ما هي. باش حنا نخدموا نتحركوا الامور تبقى غاديه على ما هي، هذه الصراحه. الا خلاوها بحال هكا راه كلشي غيسد لينا، كلشي غيموت. كنشوفوا باقي الناس كيبلاصيو، ما عارفينش هذا البلاصه. كيبلاصيو الناس ما عارفينش. بركه هنا ولا ما كايناش؟ ما بيناش بركه، اذا كاين وحده في الراس اللي هي صافي هذه اللي هنا اللي لها تجاره ما باينه كاع، اللي هبط من جهه الذهبيه ما كيبين لي والو كيبلاصي. كيبلاصي عادي. بلاصي عادي. علاش اشين كيتفاجئ ان الديبارج. تا كيجي الديبارج كيدير لي طوموبيله. هي بلاكه ما باينه والو، باينه اللي في الراس اللي شتي شحال باش بعيده، واحد 200 كولو 200 متر باش بعيده تقريبا. ودور لهاد الجهه، لهاد الجهه ما كانت حتى شي بلاكه والو، راه داو جالي ما شافوها حتى واحد ما غيشوفها. فين هي البلاكه اللي داو عليها الشارع هذيك اللي لي ملي لي ملي جيت الشارع لي في الراس لي في الراس هي اللي هذيك في النظريه ديالك فين خاصها تكون؟ خاصها تكون الوسط هنا باش يشوفوها. باش حدا البنك يعني؟ حدا البنك هي باش اللي هبط من جهه الذهبيه تبان لي، اللي جاي من اللي تبان لي. هذا خطط ما في البلاكه. شكرا. واش اللي كاين السلام عليكم.